مساء الخير. للمرة الأولى في العالم العربي يكرم المصورين والمراسلين، نتابع في هذا التحقيق. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. غالبا ما ننقل لكم أعمال وجديد وحفلات تكريم الفنانين ضمن النشرة الفنية. هذه المرة وبعد 3 سنوات من العمل الدؤوب، نشرتنا الفنية تكرم ومن قبل الفنانين. شادي خليفي يعني عزيزي وحبيب قلبي، بقول له هذه الجائزة تكريما له كصحافي. أول شيء إطلالته وطريقة معالجته للمواضيع وملحقته لكل جديد ومحبته من خلال استضافة ضيوفه، أنا سبق وكنت أحد ضيوفه. لزميلتنا كمان دارين شاهين. دارين شاهين، شو بدي أقول لك يا دارين؟ دارين موفقة بحياتك الإعلامية، ببسمتك، بطلتك المحببة بالإعلام وبالتغطية الإعلامية والتلفزيونية وين ما كان. بقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله هالجائزة ما بتكون إلا حافز لحتى تكوني إلى الأمام سر، ونكون نحن وياك نتكامل بهالوطن وبهالرسالة الكبيرة اللي هي مش بعيدة أبداً عن الفن الملتزم والصحافة الملتزمة. والملفت بهذا الحفل أن الفنانين حضروا ليكرموا وليس ليكرموا. نذكر منهم نجم نادر الأتات، الفنانة الجزائرية فلة. باسم الجزائر ولا لبنان؟ باسم لبنان والجزائر وباسم مساء الخير. في كلمة وأنا عارفة إنه الصحافة الإعلاميين أنتم دائماً بتنوروا أعمالنا الفنية. الفنان زياد برجي، الإعلامي ميشيل أزي سعيدة، الموزع الموسيقي وليد المسيح، الفنان جابرييل عبد النور، الفنان والملحن مارك عبد النور، الموسيقار إحسان المنذر، والممثل السوري محمد جراح أو أبو بدر، وغيرهم من النجوم الذين سلموا الدروع للمكرمين. من حفل خبر عاجل التكريمي في لغيتاج، دارين شاهين، قناة الجديد. بالبانوراما الفني بدنا نقول مبروك لبروس ويلس. ليش؟ منتابع سوا. أصبح النجم الهوليوودي بروس ويلس أباً للفتاة الخامسة بعدما أنجبت زوجته إيما هيمينغ طفلتهما الثانية. إيما البالغة من العمر 35 سنة أنجبت في لوس أنجلوس طفلة هي الثانية لهما، واختير لها اسم إيفلين بن. يشار إلى أن لويلس وهيمينغ اللذين تزوجا بالعام 2009 ابنة أخرى أطلقا عليها اسم مابيل راي وهي في الثانية من العمر. ويذكر أن لويلس 3 فتيات من زواجه السابق بالنجمة الأمريكية دامي مور، وهن تلولا 19 سنة وسكاوت 22 سنة ورومر 25 سنة. التقطت كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة نيكول كيدمان في مطار لوس أنجلوس، وكانت نيكول في سيدني من أجل تصوير مشاهد من فيلمها سترينجر لاند. تلعب نيكول في الفيلم دور سيدة يتوه ابناها المراهقان في الصحراء. فتحت النجمة العالمية أنجلينا جولي قلبها وتحدثت في مقابلة نادرة مع مجلة إل عن علاقتها العاطفية بالنجم العالمي براد بيت وبأولادها الست. وسافرت أنجلينا بين الماضي والحاضر خلال المقابلة وقالت: لم أفكر أبداً بأنني سأقع في الحب أو بأنني سألتقي بالرجل المناسب أو أنني سأنجب أطفالاً، والآن أنا مغرمة ببراد منذ 9 سنوات ولدي أسرة مكونة من 6 أطفال. هيدي كانت نشرتنا. باي.